عندي لك سؤال ثقافي، سؤالنا الثقافي العدد اليوم يقول ما هو الصهيود؟ كلمة الصهيود ماذا تعني؟ كلمة الصهيود والله ما على بالي. الصهيود أنا وحدة، أنا ديجا أصلا في فصل الصيف. الصهيود الصاد عصخانة هذيك هي سمى الصهد سخانة بزاف. نعم إجابة صحيحة، في الصهيود يعني شدة الحر، تكون الحرارة كثيرة شديدة نقولوا الصهيود، فهي كلمة من القاموس العربي. شيلي، احنا نقولوا له شيلي. من أي ولاية؟ من باتنا. الله يبارك، تقولوا الشيلي. نقولوا الشيلي. لما تكون الحرارة كثيرة. إيه نقولوا لها شيلي. صحة؟ تعني نورمالمون سخانة، الكلمة هذه تبدينها من الصهد، احنا نقولوا الصهد. نعم. شوف يا يعني كقريب هو مش سخانة، هو الحر شدة الحر شدة على الحر هذه الصهيود وهذاك السخانة تاع كلمة في القاموس العربي حتى هنا الجزائريين نقولوها نقولوا الصهد فوالا نقولوا بدرجة نقولوا الصهد فوالا صح اكزاكتومون يعطيك الصحة كلمة الصهيود معناتها شوفي ما نقدرش نحرف لك ولا كش عارف صاكون مي ما نعرفهاش الحمان سخانة إجابة صحيحة فهي تعني هي شدة الحر باللغة العربية الصهيود حتى هنا الجزائريين يقولوا بالك رانا نقولوها بالدارجة الصهد يقول لك راهو الصهد لكن هي تكون هي باللغة العربية هي تكون مكتوبة في القاموس العربي